مرآة، مرارة، عكس. شوف يا جماعة، ما نشوف. الحمد لله ما في أحد. يما في أحد، والله في أحد شوي، يعني في أحد شوي هناك. تشوفون ولا جني ذا ولا وش؟ بسم الله، وش فيه يمشي بسرعة؟ لا إله إلا الله. ما أدري إيش السالفة. إن شاء الله الحين بوريكم البحر هناك. بس دقيقة خلنا نسولف لكم. المهم لا إله إلا الله، العتبان اليوم مرة كثير، فشفتني واحدة هناك وتسألني تسألني تسألني وشي يا عمري، مرة كبيرة في العمر وعسل يا جماعة، عسل قسم الله. شفت في العجوزة اللي ريحتها مسك، تحسين ودك إنك يعني تتبنينها وتصير أمك الثانية، ودك تصير يعني خلاص منك وفيك. لا انت مفروض ما تروحين، انا تعلقت فيك، انا حسيت بشعور ثاني، انا حسيت ان عندي هوملاند. I have this feeling. والله يا بنات حسيت بالشعور هذا اللي هو ريحة الحبايب، ريحة اجدادنا الطيبين الله يرحمهم. تدرون اجدادي كلهم توفوا خلاص، الله يرحمهم كلهم اجمعين يا رب، لكن كلهم قحط اجداد. ما عندي اجداد، ما عندي أجداد من ناحية الأم، ما عندي أجداد من ناحية الأب، ما عندي من أي نواحي في العائلة، ما في، كلهم هذا اللي تزوج هو كبير في السن ويجيب أطفال صغار كذا يصير فيه. والله أبوي تزوج عمره 60 سنة، 60 سنة الله يرحمه ويغفر له ويغمد روحه بالجنة. 60 سنة يا أبوي الله يرحمك، 60 سنة وجبتني وأنا ما أدري السالفة في الحياة، جبتني شايب يا أبوي الله يرحمك. بس تزوج أمي وجاب العيالة، بعدين جابني أنا آخر واحدة وخلاص، يلا أنا سويت اللي علي في الحياة، أنتوا عيشوا حياتكم. طب أنا يعني أبيك أنا في حياتي، يمه في أحد قدامي دقيقة. طيب أنا أبيك يعني في حياتي لو سمحت. لا لا تتزوجون انتوا كبار، تزوجوا انتوا صغار وجيبوا عيال قدكم. والله احس اني كذا جيت يلا ما في اهل، ليش؟ كلهم كبار، ناس توفت الله يرحمها، ناس مدري وش، ناس انت بس لحالك تمسكين مقود الحياه وتعيشين الحياه. وش فيك؟ والله فحط في الحياه، ليش؟ والله انا اصغر وحده في الحياه. يروحون القلب الحمد لله اني معكس، يعني الحمد لله اني حطيت. انا كنت قبل ابث اقول عكس كذا وراي، ولا وراي شجر، يعني اني قاعده في سويسرا، بس الحمد لله اني عكست وراي في ناس. المهم الاجواء حلوه، ليش ما تجون الشرقيه؟ شرقيتنا لاحظت انه كل اللي هنا من الرياض. والله يا اخي انا بقول لكم شيء، انا ان شاء الله بهكر اهلي واخليهم يسكنون في الشرقيه. الموضوع سهل ترى وبسيط، بس السوسه غدير، غدير السوسه لو انها. اقول لكم شيء امانه، عشان اقول لكم ما تعلمون غدير مستحيل، يعني انتوا الحين كم شخص؟ 5000 شخص، كيف اخليكم ما تعلمون غدير؟ اني قلت السالفه، غدير عندها رهاب اجتماعي من الشهرة. لو قلت اسمها الحين، أنا أدري إن بكرة ممكن ما أكون موجودة في الحياة لأني بس قلت اسمها. والله المهم شو اسمه، لا الله يخفي ناس مي وش مجانين. أنتوا صاحين هالوقت في الشرقية؟ كويس في نفسة واحدة، في أحد يتنفس في الشرقية هالوقت؟ مستحيل، كلهم موت موت صغر الله يرحمه ويقومهم بالسلام. والله بعدين جزمة زيادة أحس حلو، بدي أحط فراش فيها مريح. تخيل اليوم بنات أوريكم، ودي أوريكم الفيديو
كامل. انا قصيت الفيديو عشان غدير قالت لي انا ما ابي اطلع في الفيديو، انا ما في انا. المهم الفيديو تخيلوا السياره، سياره الجمس، قالت كذا والله العظيم تشقلب السياره. المشكله وشو؟ تخيلوا المسافه حقت الخروج كذا، يعني مره كذا. انا اوريكم صور وصوت احسن، ايش رايكم؟ اوريكم مكان الحادثه اللي صارت وخرعتكم وخرعتني معاكم، لان درجه اني ما عاد صرت اعرف ايش اللي حصل، ايش اللي صار، ما عاد صرت افهم ولا اعقل. كادي خالق وفاء وحشتنا نبيها. حبيبتي انت قاعد تكلميني الساعه 1:30، الله يسعدك. خالق وفاء وينها؟ خالق وفاء تسلم عليك بالاحلام، الله يسعدك حبيبتي. خالق وفاء وين؟ نايم رايح. امي نامت اول وحده يا عمري، ما يجي على النوم. تخيلوا اوريكم عشان تشوفون. طبعا هذه سيارتي، حلفت ان السياره الجمس ما تجي هنا، تجي هنا. اسكت. سوي نفسك مخفية. المهم السيارة الجمس كانت هنا. طيب حلو، في أحد كان يسوقها، والشخص هذا قال كذا لازم تستعسين فرامل. طيب قال كذا، بعدين صقعت هنا، وهذا الشجر راح على ورق كذا آخر شيء الأرض. بعدين وقفت، مدري كيف وقفت نص السيارة هنا ونصها جوا. يا بنت والله ماني فاهمة، قد تنقلع السيارة هناك، لا أشوف وجه جنب سيارتي، لأن سيارتي كانت بتندم والله، خصوصا اليوم. تخيلوا يا بنات بقول لكم، اليوم يا بنات تخيلوا، كنت بصدم في شيء شاغل بالي. طيب وطلعت وأنا في شيء شاغل بالي، فوش صار؟ ماس كذا متنحة تحت، وعلى أساس إني أنا حاط رجلي على الفرامل وأنا متنحة تحت في الإشارة، شوي أسمع بوم كذا، قلت وش هذا؟ يا ربي وش هذا؟ يا رب إني ما صدمت. طلعت فعلا صدمت. بوريكم. طلعت فعلا صدمت، بس ما جاء شيء ولا أنا جاني شيء. قال لي أنت وش فيك؟ مشغولة بالجوال. قلت والله متنحة شوي. قال خلاص مو مشكلة أمشي. قلت الله يسعدك الدنيا وآخر، شكرا لك. قال ما عاد امشي، لان سيارته ما تحققت، لو تحققت والله انه كان دفعني مبلغ وقدر، بس الحمد لله. المهم شوف، تذكرون هالمجاري؟ صدق ذي مجاري بنات، والله لو انها مجاري نهار. ما ينفع اصرخ في الليل، بيدخلني جنن. الله يا بنات يا ناس، احب كذا. احب كذا. تدرون ريحتها خايسة جماعة، ريحتها خايسة. نلعب سكوتر اليوم؟ ما لعبت والله، ما ركبت لا سيكل ولا سكوتر، والدونات اللي جبت لي اياها طيف على اساس انها دونات، يعني قال لك. ترى انا فتحت لكم بث عشان وعدتكم ان انا صايره قليله ادب، ما اوفى العهد. واضح اني شفت كلام البنات، اوفى العهد. ما ايش قاعد اقول؟ والله صاحبة الظل الطويل كادي الجريسي، صاحبة بنات. على طاري كادي الجريسي، ذكرت أنا وجزمة فضبوط. المهم تخيلوا جتني فرصة بنت لذينة، جتني فرصة مو ملعونة والدين، استغفر الله، جتني فرصة كذا على طبق من ذهب. حلو، لكن بوقت جدا غلط. تخيلوا انه لما تجيك فرصة يا بنات ما تتخيلينها، لكن جتك بوقت
انت يمديك يعني لو انها تاخرت شوي يمديك تسوي يعني يمديها يكون شيء جبار الوقت المناسب والمكان المناسب، بس قدر الله ما شاء فعل. الاضاءه هنا مره حلوه، فلذلك لقيت هنا لو في حشره دخلت في سروالي والله لازم لا اقطع. يا حشرات يما حشرات والله العظيم. كيف اقعد الحين؟ الله يهديكم. المهم بوقف زي كذا. تبون نروح البحر؟ اوريكم البحر. طيب خلينا نروح. المهم لا اله الا الله، فاقول لكم الفرصه جت مره على طبق من الذهب وجتني كذا كذا تحسونها منتفخه، بس وش؟ قريبه جدا. شيء مره حلو بتنبسطون فيه وانا بنبسط فيه، بس مو وقتها، لو تاخر شوي اقدر اخره. إذا تأخرت راحت علي، فهمت؟ خلاص يعني أقل قدر الله ما شاء فعل، وهي فرصة أحسن من غيرها. أنا قالت أمي في حاجة أحسن من غيرها وزي كذا. أمي لها 60، كم عمرها أمي؟ أمي عمرها تقريبا 60 سنة. طيب لها في السعودية قولوا تقريبا 40 سنة بعمر أخوي، 40 سنة. يا جماعة الخير للحين ما تتكلم، ما تتكلم سعودي. أقولها قولي قولي بصل، لا بصل تكون. أقولها قولي خس تقول خص. أقولها قولي وراه تقول وراه. في كذا فهمت، وتتكلم مرة مقطع مكسر. أقولها يما ليش كذا؟ يعني أنا معليش أنا عمري 25، مو 25، عمري 23 سنة. طيب يما وانا اتكلم احسن منك سعودي ليه؟ ما انا دخل ترى. قالت لي يا اختي انت سعودي، ايش اسوي لك؟ لسانك سعودي يما. في عيال، في عيال، معلش اتضحك يا كلب بلحق. ما انا لو جيك تراني معضنة، تراني معضنة. خلاص وصلت البيت، وصلت عرعر. المهم بس يعني هذا اللي صار مع اليوم، انت ايش صار معكم؟ اتس شرقية لايف، والله شرقية. اهل الشرقية انكم محظوظين حظ ما شاء الله، بس على نفسي الحلو احس اللي ساكن في الشرقية ما يزعل يعني ما يتكدر خاطره، مع اني ما تشوف كل ما تخدر كل ما تكدر خاطري، وجيت الشرقية كذا ينفتح تنفتح نفسي، فهمت؟ يا بعد سبتي بس يلا جدة ابت ابت ابت. خلنا نشوفك، خلنا نشوفك تبكي. هذا التنت مرة عجبني، لازم تستخدمونه جماعة الخير. مراكض اليوم تحت. خلنا ندخل قسط يا زين جدة، خذي نفس. خلاص افتحت. أحب التنت اللي يصير لونه خفيف بحيث ما يصير فاقع. رحمت وانا جدة. اقول لك شيء، بنات جدة عسل مرة، واحلى شيء فيهم يتقبلون المزح، يتقبلون الذب، عشان كذا انا امزح معهم واحب اذب عليهم لانهم يتقبلون. في ناس لو اقول انتي، عشان كذا والله أحب يعني أحب أهل جدة، بس ما أحب جدة. أهل جدة كويسين والله، بس أنا جدة أنكتم فيها، ما أدري إيش فيها، ما أدري أدخلها أنكتم وأحس إنه يا رب بنت ربي. بس بناتهم يا عساس ولا إيش بك؟ بس هذا أعرفه بصراحة، ما أعرف شيء ثاني. أساس إني أعرف أهل الشرقية
يا بنات انا ما اعرف الا انكم تتكلموا بالاتش، بس اخر كلام اتش، كل شوي تعطسون اتش شلون اتش، بس هذا اللي اعرفه والله عنكم. ما اعرف يعني اهل الشرقية وش كيف تكلمون، ما عندي صديقات من الشرقية. انا ليش ما عندي صديقات من الشرقية؟ يقهر، لازم يصير اجتماعية والله. في الفرصة قاعد أفكر فيها على الحين، فرصة ملعونة فاتتني، ما فاتتني والله، هي موجودة بس إنها بوقت غير وقتها. بس إن شاء الله راح تشوفون إن شاء الله على بداية السنة الجاية. أنا لازم أخلط وأقول ها بداية السنة الجاية إن شاء الله بتشوفون وشو. يلا استودعتكم الله، ناصر يبيك استخير يا بنت استخير. إذا فرصة سفر إيه غيره لا، عشان أصور لا لا، مو بسفر، فرصة شي حلو مرة. بس امسك ساعة خلينا نشوف مين موجود. طيب عشان خلاص استضافة بث مع الآخرين. ما في أحد عارفه صراحة، وناصر ما أدري يمكن داخل مع شخص ما يدخل مع بنات، فما أدري. يلا أنا بس حبيت أبث لكم كذا شوي وأسولف معاكم، وصورت سنابات والله مو عشان ما راح أبث، أنا على أساس إني ببث، بس أنا يجي ذا الوقت أنام يعني كذا أتخدر أنام، يجيني نوم مع إني كان نظام نومي يعني متلخبط، بس يتعدل فجأة. بكرة الصباح طلعت شغلة بسويها وبرجع وبس. أحبكم مرة، شكرا لكم، اليوم مرة مبسوطة الحمد لله. ريو لبعينس تعال القصيم، كادي قد جيت القصيم كانت وشو ترانزيت، قد جيت القصيم أصلا كذا يعني، بس كنت باخذ شخص من هناك وبرجع صد رد. بس إنه يعني السفرة اللي صدق شفت فيها القصيم إنها ترانزيت، كنت بمر بروح المطار اللي في القصيم عشان لازم من القصيم أروح مكان ثاني فهمتوا، فرحت القصيم والله. يوم رحت تفاجأت يعني، شوفوا يوم زمان 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 رحت تفاجأت إنه كانوا يقولون إنه القصيم يهاوشون ومدري إيش ومتعصبين مرة، إنه ما يعني يشوفون أهل الرياض جايين من يعني مكان مختلف تماما. لكن يوم رحت والله بالعكس، البنات يعني عادي طبيعي، كل شيء طبيعي. ليش الكلام عنكم كثير؟ ما فهمت ليش الناس كذا تكثر كلام والله العظيم، ويشوفون أهل الرياض مدري إيش، يكرهون أهل الرياض وممكن يهوشون. يهوشون ليش؟ لا يهوشون لأنك أنت صدق، ترى صدق أنت حتى أنتوا تتكلمون. ليه الحسوكة والكلام الزايد؟ زي تركيا بعد يقولون كلام عنها، بس ما أدري ناس كثير راحوا لها قالوا والله كادي مجرد إعلام، كلام إعلام. قلت فعلا أنا تخصص إعلام حبيبتي، تعالي عنيزة إشاعات، إيه كلها سواليف يعني صدق كلها. بعدين لكل الفعل ردة فعل مساوي لها بالاتجاه، فطبيعي. صور سنابات كثير اليوم، إيه بصور إن شاء الله سنابات كثير. وأنا أحب ترى بالسفر أحب السنابات أكثر من البثوث، لأن البث في البيت أحلى بالنسبة لي، أكون حاطة أجوائي خلاص، شرب قهوتي، حاطة أشيائي كذا. أما البث في السفر يكون قاعدة وأنتي في السنابات، مثلا بقولك السنابات إنك تروحين تسوين تفعلين أي مكان تقدرين تصورينه على طول، فيه ضحك فيه أشياء كثير. أما البث يبيله جلسة ويلا تمسكينها على البث، تحطين حالك في البث وتكركرين، خذ لك كركرة. أحب البثوث مرة، ستوني استوعب اللي أحب البثوث والله، اللي أحب البثوث.
تسجيل جامعة القادم والله ما أدري. ثوث السفر تجنن إيه، بس السنابات بالنسبة لي أحلى، أحب أشوف سنابات الشخص اللي مسافر مرة أموت، أحب يعني أحب السنابات. هذه اللي أنتي تحبينها ما تفتحين. يعني الوضع على حسب وضعك والله، إذا أنتي حياتك كلها بثوث وقائمة على البثوث بتتعكر عليك أشياء كثيرة، فأنا ما أحط إن البث أولوية لي، لا أخليه يعني كتواصل، يعني كتواصل مع الناس أكثر منه. في ناس ترى تعتبر البث تعتبر دوام، تخيلوا يعني دوام اللي كل يوم الساعة 12:30 أنا موجودة، وفهمتوا أنا ما أعتبر صراحة دوام، لا أحس إنه شيء تواصلين معه في الجمهور، يعني الجمهور يكون أقرب لك، فهمتوا؟ في ناس تخيلوا يعني كنا مثلا ما نتقبلها، لكن بعد ما فتحت بث صرنا فعلا نحبها، نحب نشوفها، نحب، صح ولا لا؟ فيقربك هذا للجمهور، يقرب المشهور للجمهور والجمهور للمشهور، وإن شاء الله إنه ما حد قاعد يناظرنا. إذا قدرت توزنين يومك مع شغلك وزي كذا، بقول لكم تخيلوا يعني أنا مثلا تجيني كثير كثير أوقات تجيني، يجيني إعلان الحين ألو، ها جاك إعلان الحين تسوينا ما أدري إيش، على حسب الإعلان، على حسب وش متى كيف، مثلا مكان، إذا كان مكان الحين أقدر أشوفه وأشوف إذا هو يناسبني أنا أصوره الحين، عجبني الآن باللحظة هذه الحين أروح أقدر أغطيه لكم، فهمتوا؟ تغطي يصير الحين عندك مثلا شيء، في أشياء لا لازم قبلها بشهر يرسلون المنتجات، يعني في منتجات زي هذه ومعها أشياء نجربها نشوف والله ضبط معي ضبط ما ضبط، معليش عذرني. عطور، العطور قبلها فترة أجرب الثبات، أجرب في أشياء لا الآن فجأة تجيك الحين، ها عندك إعلان يلا خرب نظامك خرب، والله كنت بفتح الساعة واحدة لكن جاني إعلان في الليل خلاني ما أقدر، وطاقتي راحت مثلا على هذا وأنا كنت مسوي أصلا شيء في الصباح. فبنات في أشياء كثيرة ما هي بيدك، أنت حطيتي بالموقف تفهميني. وبعدين ما شاء الله عليكم تبارك الله، الضغط اللي علي أنا أكثر من أي مشهور ثاني، لاحظوا كله بسببكم أنتم، والله العظيم بسببكم أنتم، أقسم بمن أحل القسم، لأن ما شاء الله الإعلانات ما توقف، قاعد أحاول أهد شوي، أقولهم هدوا شوي، ما شاء الله تبارك الرحمن، كله بسببكم أنتم، فلا تقارنوني بأي شخص ثاني لأن وضعي مرة مختلف عن الناس. يعني أنا مفروض أني أسوي الحين 3 إعلانات 4 إعلانات بنفس اليوم، بس أنا ما أسوي لأني ما أبي الجمهور يطفش، وش إعلانات صح ولا لا؟ ما شاء الله لا يزيدك الحمد لله فضل ربي أولا أكيد. إيش قلت أنا قلت فضلكم، استغفر الله شفيني إيش راكت. استغفر الله، لا فضلكم أولا بعدين ربي غلط. استغفر الله أقصد فضلك، استغفر ربي بعدين فضلك، استغفر الله. استغفر الله ربي عارفني، الحمد لله استغفرك يا رب. فأقول لكم يعني ربي بعدين فضلكم إن هذا الشيء اللي قاعد يصير، لا تقارنون والله شوف فلان والله يسوي ويفعل، لا أنا أعرف إنه فلان ماذا أعرف إنه هذا الشخص ما أنا أشوف، فهمتوا؟ أكيد أشوف يعني أقول أنا لأن كنت زيكم كنت أقول ما شاء الله هذا الشخص كيف يسوي كذا، بعدين أشوف أقول لا وضعي مختلف، فلا تقارنون شخص بشخص، كل واحد له شغله وكل واحد له، يعني قاعد أمسك 3 أشياء الحين مع بعض وهذا شيء مرة حلو، أنا بالنسبة لي أعتبره إنجاز، مرة إنجاز كبير غير الأشياء حياتية، مستحيل أي أحد في حياته ما في مشاكل بنات، مستحيل فمستحيل إن كل يوم في حياتي يكون واو روقان يلا ما في مشاكل أجواء إيوه ما في كذا حبيبتي. سوالف ودي أسولف عن اللي صار اليوم،
أنا إنسانة ما أمسك لساني. خلنا نقول، وإذا خرب خرب، إذا ما خرب كيف. المهم إنه أنا عشان ستايلي يعني كذا، إني أعرف أنسق الحجاب مع الملابس، فبيستضفوني بمكان، تخيلوا. أوه ماي جاد، يعني تخيلوا بصير أنا يعني المثال الكذا، اللبس المنسق مع الحجاب. ما يدروني ألبس أي شيء بالدولاب قدامي، حتى ما أفكر ولا أشوف الألوان. لاحظت إنه أغلب أصلاً البراندات هم كذا، يعني تحسينهم ماخذين قطعة من المريخ، يلا نروح المريخ نشوف القطع اللي هناك موجودة، يلا وشوف. ترى صدق، شوفوا روحوا شوف الفاشن شو اللي يسوونه، قرش. رحت أشوف قبل أسوي البراند، رحت أشوف قرش، واحد لابس قرش، واحدة لابسة ذيل سمكة، واحدة لابسة مدري وش، لدرجة إن خلاص يعني قلت خلاص تسويق البراند راح يكون زي كذا. والله قرش. بقول لكم، ترى أنا كنت أعرف شخص قصيمي، مو شخص، أشخاص يعني في حياتي كانوا قصمات. طيب فكنت أمسك عليهم مسكات، يعني قرش مدري إيه، كلام يعني أضحك بكل قواي العقلي. فصرت أقولها شيء ثاني، الإيموجيات صرت أسوي، أحط إيموجيات يا بنات ورب البيت، يعني أحط هذاك اللي يغمز، هذاك اللي قال، هذاك اللي مدري، اللي يفكر، اللي بديت أحس إني وصلت لسن اليأس، لأنه مستحيل الإيموجيات اللي قاعد أحطها، مستحيل، أكيد هذا سن اليأس، مو طبيعي. صدق وربي صرت أحط إيموجي، يقول لي ما كبرت. كنت أضحك على اللي يحطوني، يعني كنت أحس بتوتر لما أحد يحط هذا الإيموجي، أحس إنه مرة كبير، حرمة، أحسها حرمة كذا، ولا أحسها رجال، حرمة رجال كذا، أحسهم من النوع ذا، فهمتوا؟ ما كنت يعني أحس بشعور، أحس بيطقع. عطر الله يهديكم، جاكو ملكة العطر. يا ربي ايش قالت؟ ما قلت شيء بالغلط، اسفه ومحشومين. تخيلوا، لا اله الا الله. اليوم صارت احداث مره كثيره، ما ادري ايش ابدا لكم فيه. تبون نروح البحر اوريكم سمكات؟ الخونه راحوا الدونات، ما قالوا لي والله بكره 7:07 ان شاء الله الصباح راح اروح الدونات. واتصور لحالي، مو هو 4 اشخاص، انا بمسكها كذا بتسدح فيها لحالي احلادي، يلا ايوه يمين يسار، واخلي العامل هناك اللي يسوق هو اللي يصورني. شبالكم، بدي اروح البحر بس فيه رجال، في رجال أصلع، كنا ملاحي. يلا تصبحوا على خير. والله ودي أقعد زيادة بس ودي أنا، يا أختي أنتوا حلوين، الله ياخذ بليزكم، ما أجملكم. يلا استدعتكم الله. تعالي بثي معي، حرمة على الفاضي. تبين اجي؟ لا ابي انام.
عرفت ليش يسمونه توأم. أبي أنا يلا بروح أمسح الميك اب. ماخذين بلتين قدام بعض، الله لا يوريكم. كل شوي رايحة قنية قنية، رايحة رايحة قنية قنية رايحة. يلا استدعكم الله، خلاص قفلوا أنتم، ما راح أقفل. يلا مين قفل أول؟ بيطفى جوالي، جوالي بيطفى.